اهلا وسهلا بكم معنا هنودي اوسم في قناتي اول مره يا مان. اي والله اول مره. شيء غريب صح؟ الشيء الاغرب انه انا الحين قاعد احس انه انا من في غرفتي. قاعد احس انه انا الحين مجد في البرنامج حقي. الله عليك الله عليك. طب اهلا هنودي اوسم. طبعا حلقتنا اليوم راح تكون عن اليوتيوبرز اللي غنوا راب وانت منهم طبعا يعني. طبعا. فالاسئله راح تكون جارحه شويه. والله خذ راحت. اول سؤال يا مان عندنا كده سؤال استفتاحي. حلو. ايش شعورك انت اول مره تنزل اغنيه في اليوتيوب؟ ورب الكعبه كنت مره متوتر. شيء مختلف بسويه، في ناس ممكن ما تفهم او شيء، فكنت متوتر شويتين. اول اغنيه نزلتها يا وات كنت مره متوتر. اول مره اغني في حياتي، اول مره اصور فيديو كليب، ما كنت اعرف ولا شيء، كنت مره متوتر حتى تاخرت عن موعد التنزيل يمكن 10 دقائق. ايش قاعد تتنفس اللي ماني كنت مره متوتر. مره متوتر، كان فيديو كليب زبد. لما سجل زبد انا كنت موجود. يا اخوان يا اخوان اوب الكابه كانت اقوى معنا في الحياه. انا اول مره اروح استوديو، اول مره اوقف قدام مايك، اول مره اسمع اللحن كذا يعني. اول مره تقابل اللي كان موجود. شوف هي الهرجه انه انت تسمع راب طول حياتك. فخلاص تقول يا عمي انا معلم. اي بالضبط، هذه مشكله مره كبيره. ترى اي ترى الناس حسبوا زي كذا، حسبوا انه انت تسمع راب مره كثير تقول يا عمي انا معلم خلاص. فانا زي كذا خصوصا يوم بديت اسوي نفسي اسوي فلو سريع. يا الله كنت تقول يا عمي شوف، لانه انا كنت احفظ اغاني يمني مره فاهم. بس لما تيجي تسوي انت بنفسك وعلى ايقاع موضوع تعرف انه مره صعب ترى. تعرف انه هذا الادمي في مكان ثاني وانت لسه انت رجعك تحت لسه ما سويت ولا شيء. انت راضي عن مسيرتك اللي في الميوزك في اليوتيوب حاليا؟ كم بالمئة يعني؟ تقريبا راضي بنسبة 70 أو 80%. كويس ترى. ايه بالنسبة للشيء اللي انا قاعد اسويه يعني. اوكي. شوفوا الراب يوتيوبرز خربوا الراب يا عمي قفل لي فمك لا تامل لك وتراب دام. انا شخصيا ما صنف نفسي انه انا مرة رابر قوي والله جيت بكسر الساحة، هذا مرة مو تفكير. انا احب اسوي ميوزك مستقبل، ممكن مو بس اسوي اغاني نوعها انه راب عارف، ممكن احاول ادمج اشياء ثانية معاها فاهم، احب اجرب استايلات ثانية. اول اغنية زود 2018، ألبوم مصغر حقك نزل 2021. ايه يعني 3 سنين بعدين انت نزلت ألبوم. ايه مشروع. ايه ما تشوف انه بدري كان ولا في ناس بياخذوا 10 سنين ما ينزلوا ألبوم؟ من حقهم من حقهم. بس شوف انت لو تيجي تطالع في الموضوع عندنا، انا ما ادري ممكن دول عربية تانية ممكن الموضوع عندهم احترافي بشكل اكثر، بس عندنا انه انت انديفيدوال انت لحالك فاهم. انت قاعد تسوي ذا المشروع لنفسك حرفيا وللناس اللي قاعد تسمعك. انا حرفيا قاعد اسوي ذا المشروع الاي بي اللي نزلته للناس اللي قاعد تسمعني من يعني من يوم ما بدات مسيرتي في الاغاني يعني الجمهور المحدود حقي. ايوه الجمهور حقي. وايش شعورك دحين وقت ما نزلت الاي بي يعني انه ايش؟ جدا راضي. تجربه مره كانت حلوه يا اخوان. انا لما جيت اسوي المشروع نفسه كنت مهتم بالتفاصيل مره بشكل مو طبيعي، هرجت انه كيف تقسيم الاي بي، لو تلاحظ انه في تسلسل في الموضوع، وهرجت انه السكتات اللي بين الاغاني، وهرجت انه في عنوان للمشروع، في توجه للمشروع. دائما اغلب الالبومات اللي ينزلوها سواء رابرز مغنيين ثانيين يكون لها توجه خاص. الشخص اللي ما تقدر تدمرني استحاله، انا اللي كافح وما يشكي من هم البطاله، نفس الشاب اللي المجتمع قال عنه عاله. بس ما تحس انه اغاني كلها بتدور نفس الموضوع؟ يب. هل هذا الشيء او شيء ايجابي او سلبي؟ اول شيء ناحيتين. ممكن في ناس تكرر تدور حوالين نفس المواضيع لانه ممكن يقول لك يخاف يغير فاهم. يب. ممكن يخاف يغير. انت تخاف؟ انا ماني خايف ابدا. طيب ليش؟ بس انا الاي بي حقي كنت بطلع كل في راسي. لا انا ما اتكلم بس عن البوم صغير. اتكلم عن مسيرتك كامله. لا عندي تراكات يعني غير يعني مثلا ريد هود. كان مره غير. ياب جو شياطين برضو كان مره غير. ياب في تراكات ثانيه كانت غير برضو، وبرضو قاعد يشتغل على تراكات يعني ستايلها غير برضو يعني. زي ما بقول اسمه. اوه بس اوكي خلاص حقول عرافي. عندي تراك اسمه جوك راح يكون زي ريد هود. انا كده متحمس الصراحه. ما عندنا راح اسمع العمل قبل هو اسمه كل شيء قبل لا ينزل انا اسمه على طول. ايه
انت ايش رايك دحين طب بالموجه حقت انه اليوتيوبرز اللي بيصيروا رابرز بس ما اتكلم دول اللي بيجربوا تراك تراكين لا اللي كده بياخذ الموضوع بجديه مره يعني زي كي اس اي دي دي جي قاعد اتكلم على ليفل قوي يعني اي الناس اللي هذا ليفل مره قوي هذا ليفل انا ما وصلت له لسه مره بالنسبه لكي اس اي انت سمعت الالبوم الالبوم حقه مره رهيب كل الالبوم اي كل الالبومين الالبوم نزل دي السنه والسنه اللي فاتت 2020 20 مو 19 متأكد؟ إيه في 20 أوكي جود. يا أخي تحس إنه الأدمي متطور هو شوف ماخذ ميوزك سيريس ما هو ماخذ طاقة. آخر كارير. إيه ماخذ كارير أنت لازم تعرف إنه أنت تكون يعني واحد تشتغل بزنس لازم تفكر إنه أنت كيف تبيع. إيه تبيع وتسوي يعني أشياء حلوة للناس. إيه صح. هو إيش سوى الجمهور حقه يحب الميوزك حقه قام إيش سوى جاب برضو رابرز. قويين مرة سواء إيه. تحبهم ولا ما تحبهم يعني البومب أنا مرة ما طيب بس هذا مرة مرة ضار وجاب جاب مرة رابرز كثير وجاب البيبي جاب مين جاب فيوتشر 21 سافج للدارك فجاب مرة دحين نزل أغنية قبل كم أسبوع مع للوين أوه والله شوف صراحة أنا انصدمت مو طبيعي فاهم الآن مو بس إنه يعني جاب دي الأسامي وهو زبال يعني ممكن الناس جيبهم بفلوس فاهم بس أنا شايف إنه كي إس آي حاليا مركز على الميوزك بشكل جد أكثر من اليوتيوب لأنها قاعدة تجيب له أنت ممكن تسوي هذا الشيء كلها ما أنا ما أتوقع نتكلم ما نتكلم السنة الجاية نتكلم عن ثلاث سنين قدام تحس إن اليوتيوب ممكن خلاص يعني واحد يميل أوكي صح انتهى المحتوى صح بس المشكلة هي إنه عندنا إحنا يعني ما أنا قاعد أتكلم في أنحاء الوطن العربي أتكلم عندنا إحنا هنا السعودية السعودية بس بس العام ماخذين الراب إنه كلام شوارع بزورة قاعدين يتضاربوا مع بعض الله هذا هم اللي يشوفوه ترى هم ما يسمع يعني ما يجي يسمعوا لك الواحد معين مو قاعد يسوي نفس اللي في مخهم لا هم خلاص كذا يقول لك هذا زي كذا هذا فن شوارع يا عمي انا ايش لامي صراح بي ايش ليش يعني واحد ليش ادفع له فلوس ليش ادعمك ليش فعندنا انا ما ادري اصلا كيف المغنيين قاعدين ياخذوا فلوس على اغانيهم اعتقد الناس اللي بتاخذ فلوس كلها بتكون من الصف الاول دول الناس اللي مره مشاهير ايه محمد عبدو عايد عند دول الناس اللي مره مشاهير فاهم ايه بياخذوا مثلا كلهم موقعين مع شركات انتاج اول شيء ايه فالعمل قل ما نزلوا اخذ فلوسه بالضبط واحد وموضوع الحفلات انت شافت الذاكره كم 11000 7000 صفر اول 15000 فالموضوع عندنا لو الراب فعلا انا اخذ سيريس هتلقى الناس مره تبدع انا ماني قاعد اتكلم عن نفسي انا اتكلم على اي رابر موجود عندنا في السعوديه اوكي لانه يعني في ناس مره فنانه انت شخصيا لو دحين الراب يجيب فلوس وفي صناعه وفي كل شيء هل راح تاخذ خلاص يعني تركيزك اكثر من اليوتيوب يعني لو من جد إيه؟ تاخذ سيريس ممكن اخذ سيريس ممكن لو انه من جد بس يعني معليش انت ممكن ما تلومي الواحد يبقى يضمن مستقبله وحياته فاهم فكرت انك الالبوم حقك قبل ما تنزل تبيعه تطلع منه فلوس. ممكن والله فكرت في الموضوع الالبوم حقي انا موجود في المنصات اللي هي سبوتيفاي ابل ميوزك انغامي كل المنصات موجود فيها برضه منزله على اليوتيوب عادي لو اني فكرت ابيعه ما حد يسمع لا 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 انا انت راح تنزله في المنصات حلو بس ناس تسمعه قبل نزوله مثلا فاهم قصدك انك تبيعه اي والله هذه فكرة بس يا أخي المشكلة إنه الناس اللي دحين عندنا ما عندها ثقافة إنه تشتري ميوزك إيه تشتري ميوزك يعني أنا بالنسبة لي اشتراك أنغامي أهم من اشتراك نتفليكس واشتراك النادي واشتراك والله أنا زيك والله أسمعك الصراحة أنا بالنسبة لي أنغامي اشترك سنة كاملة ولا أقعد أطالع خلاص حبيبي أتفق أنا معك لا يذلوني بإعلانات بس يا أخي الناس أحس متعودة على المحتوى البلاش أيوه واللي عودهم على هذا الشيء ترى اليوتيوب صدقني لا اليوتيوب على الأقل ما بيديك بلاش انت بتشوف اعلان قبل لا تدخل بس لا هو بالنسبه للمشاهد انه انا ما بدي ايه بس الناس انا عادي اتفرج مليون اعلان فاهم زي المواقع دي فاهم افلام الموضوع مو من اليوتيوب بس من ايام المنتديات ايام زمان تقدر تحمل لك البوم اكون من يوم ما ينزل انت تحمله وتحطه في سي دي وتشغله عندك والمسجل والسلام عليكم بس يا اخي كيف نفهم الناس انه هذه صناعه يا اخي احس الموضوع صعب لا لا بس يا برو ممكن لو تتكلم انت قبل 2005 زي كذا اقول لك ممكن الناس تروح تشتري سي ديات وزي كذا بس اما دحين واحد يقول لك انا ليش ادفع على تراك انا بلاقيه في انغامي بشترك ب 11 ريال مدري 15 ريال ولا بلاقيه في اليوتيوب اصلا البوم مسات تنزل في يوتيوب ميوزك صح هذه برضو بتنزل في فيقول لك ليش انا ادفع اقنعني هاي الحين اعتبرنا انا جمهور وانت هنا هاي اقنعني انا والله حشرتني ما عارف فاحس انه دحين الناس اللي تشتري ميوزك هي ما بتحط فلوس انا بشتري انه انا بدعم الفنان بس ايه صح عارف إيه. افتكر بتصير حملات دائما في تويتر لفنانين الكيبوب او روح اشتروا البومات إيه. عشان بس يرفعوها في البيلبورد زي كذا فاهم إيه. فاحس انه برضه هذا الشيء ما هو مضمون يعني زي انت لما تسوي بث فاهم للالعاب بعدين تلعب على وتر انه الناس راح تدعمني طب الناس ممكن ما تدعمك صح
شيء مو مضمون نهايه ايه بالضبط ايه شيء مو مضمون نهايه الشهر عارف فشيء مو مضمون اكيد انا ما راح احط جهد كبير فيه لا بس شوف انت لازم تعرف ان المغنيين برا ما يشتغل انه خلاص انا انزل الاغنيه وسلام عليكم لا لازم عنده شركه في 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 ميرش قاعد ينزلوا ملابس حفلات برضو يروح برامج مثلا الاغنيه كمان يبيع تشتغل في مسارح وتشتغل حتى مكان موجود ويبيع فالبيع عندهم برا مناسبة أكثر فاهم الموضوع عندهم بيزنس بيزنس هو لما أنت تأخذ الموضوع بيزنس من جد أنت حتمشي فيه تمام إذا ما تبي بس الموضوع حق بيزنس براحتك أنت هذا شيء يخصك أنت لا تلوم أي أحد قاعد يسوي بيزنس لأنه هو أساسا بيزنس عالميا هو بيزنس والله حقيقي عجبك ولا ما عجبك الناس ما بتسوي بيتات ببلاش أي بيت أنت قاعد تشتري أنت والله يا أبو مو بس من ناحية بيتات فيديو كليبات وقت الوقت الوقت ده ترى الوقت أنت ملاحظ إنه اليوتيوبرز إنتاجاتهم للأغاني من ناحية جودة صوتية أقوى من الفنانين الرابز المستقلين من ناحية كليبات أقوى من الرابز المستقلين كمتابع عادي باجي أقارن إنه أوه والله مثلاً داير أسوي الكليب الفلاني أو الرابر هذا سوى الكليب الفلاني فاهم بشوف إنه ذا اللي أفضل فاهم جودة أفضل فشاف إنه احترافي أكثر فأنا راح أستصغر الرابر اليوتيوبرز دول أفضل منك فاهم مع إنه شوف هذه ما هي صنعتهم الأساسية شوف بس برا ما تقدر تقول ذاك يا أبي ما تقدر برا ما تقدر أتكلم محلياً في الخليج محلياً في الخليج أنا أقول لك ليش الراب لسه أندر جراوند يعني هو أصلاً مو قاعد يجيب فلوس من الأغاني حقته ما هو لاقي شركة يعني إنتاج وفي ناس يسمعوا له بس الناس مو من العامة من الناس اللي تحب الراب تحب الرابي فاهم ليش اليوتيوبر هذا ممكن اليوتيوبر هذا عنده فلوس عنده شركة تسوي له إعلان الشركة هذه أصلاً ما تدري هو إيش قاعد يسوي اللي بتجيب له إعلان مثلاً أي يوتيوبر يعني في يوتيوبرز كثير تنزلوا فيديو كليبات تلقى فيها إعلانات مثلاً سعودي ريبورترز تلقى فيها إعلانات ما بتكلم إنه راب ولا مو راب بس إنه فيه إعلانات وفيه إنتاج مرة مجنون الفيديو كليبات ليش؟ لأنه هذول يعني بيجيبوا أرقام أكثر أو هذا واحد جمهور اليوتيوب صراحة ما يعني ما يفهم في الراب مرة فهو بيحب اليوتيوبر نفسه فعشان كذا بيسمع أغاني وبيشوف الفيديو كليبات حقته بس ما تحس إنه هذا شيء غير منصف للفنانين يعني مثلاً خلينا نتكلم عن KSI مثلاً KSI في 2019-20-21 ثلاث سنين كان هو سيء في 2017 الصراحة ايه زمان كان سيء اتطور مرة بسرعة على الانتاج مرة بسرعة اليوم وصل انه سوى تراك مع للوين لو كان رابر ثاني اقوى منه او نفس اتبع نفس المسيره ما راح يوصل هذا الشيء ليش لانه كيساي في الخلاند فلوس عنده اقبال عنده جمهور صح ما تحس انه شيء غير منصف للفنانين او يجيب لهم اكتئاب انه ليش انا قاعد اتعب صح. في الاخير واحد يختصر الشغل حقه 20 سنه ايه في سنتين اي صح بس ايه انا اشوف غير منصف ابدا غير منصف انا من زمان اشوف انه ده الموضوع غير منصف يعني ممكن تلقى يوتيوبر ينزل اغنيه ما ادري عن ايش تلقى واحد يعني من زمان قاعد ينزل وقاعد بيحاول يطور نفسه تلقاه يعني مو قاعد يوصل زي ما وصل هذا اليوتيوبر بس هذا اليوتيوبر لازم يعرف انه عنده جمهور يبقى. ففي النهايه الفنان هذا من جد قاعد يوصل لناس هي تبي تسمعه فعلا اليوتيوبر قاعد يوصل يعني مثلا لناس يعني ما تعرف ايش قاعد يسوي يبقى. فهي بتشوف ايش جديده مثلا فاهم تحسب انه زي فيديو قاعد ينزله ولا اي شيء قاعد ينزله هل تشوف انه دايلر صنع فارق في موضوع الميوزك في السعوديه من اي ناحيه من ناحيه انه ورى الناس انه الموضوع مره سهل انه تضرب ترند فاهم تراك الليركس مره بسيط اخلى شركات كثيره تطالع انه هي تدعم راب وزي كذا فاهم ميوزك وسوى اعلانات كثير بعده كهرجه انه هو سوى شيء في الراب او انه يعني جاب شركات صح ممكن صح سوى ذا الشيء انه جاب اعلانات يعني ممكن برضو في رابر سوى نفس ذا الشيء يعني في رابرز قد شفناهم كثير في اعلانات يعني بلاك بي كمان كان في اعلان و99 كان في اعلان مين كمان طلع في اعلان سلومو كمان طلع في اعلان إيريك كمان طلع في اعلانات سكور ميكس كان يستاهل مين كمان يستاهل الشباب تديني هي بيبي بس تبي اللي بجيبي ماني سوبرمان لا تقولي كم سيف مي كذا في لك انا ليزي ما ادري المشكله انه الشركات ترى تحب تسوي اعلانات راب بس برو انا ترى سويت اطلاع بسيط خفيف لطيف على المبالغ اللي اخذوها الراوز في الاعلانات والمبالغ اللي اخذوها اليوتيوبرز في الاعلانات ايوه طيب اكيد يمان اسمع يمان مو الضعف اي انا عارف انا عارف ما احتاج تقول لي انا عارف فاهم انا عارف فانت يعني انا واحد في الصنعه من 2004 2005 اجي الاقي واحد عمره 16 سنه والله غير في مصر. سنتين إيه؟ الاعلان الواحد بمسيرته كامله اي بس شوف انت لا تاخذها كانه هو يعني قاعد يسوي نفس الشغل اللي انت قاعد تسويه ما سواء داير او غيره في الاخير كلنا نبغى فلوس يا برو ايوه خلاص هو البيزنس كل الناس يبغوا فلوس خلاص يعني ما حد بيسوي لك اعلان ببلاش يا سلام بس هم ليش ممكن الشركه جابت هذا اليوتيوبر
مو بس عشان يغني، ممكن عشان وجهه مألوف للجمهور اللي قاعد يشوف. بالضبط، فاهم؟ انه الشريحه اللي شريحه إيه. شريحه مختلفه كمان إيه. خصوصا انه الشريحه الفئه العمريه اللي هي المراهقين واللي اصغر منهم يعني يحبوا يتابعوك يشوفوك في اي وقت اي وقت اي وقت اي وقت اي مكان، ومو صعب انك تكسب قلبهم. اي بالضبط، فاهم؟ فلما انت تجيبه انت تضمن اكثر انه هذول الناس مثلا حيشوفوا الاعلان والاعلان حينتشر اكثر، غير لو انك تجيب رابر يعني مثلا له توجه خاص. اي حتى لو كان مشهور ما راح يضمن لك، الاخر هي شركه تبيع. يب بالضبط، هي شركه هي تفكيرها بزنس، هم كلهم تفكيرهم بزنس، هذه الحقيقه. فما حد حيجي يقول لك اي والله انت رابر تستاهل يلا خذ مليون يا سلام، عشان ما الا لو كنت مره ضارب غير كذا. برو عندنا سؤال ثاني بسيط خفيف، تسوي مقاطع يوتيوب حلو وتغني راب حلو. انا اشوف وجهه نظري، انا مقطع اليوتيوب يتعبني اكثر من اغنيه الراب. انت عكسك ولا انا عكسك؟ ليش؟ شوف انا راح اقول لك ليش طبعا، بس انت بسمع ليش حقك. اوكي، اول شيء ليش؟ شوف انا ما اقدر اسوي اي اغنيه معينه الا لما اكون داخل جو مره. طيب الجو ده انت تصنعه في الاخير. يب نفس الموضوع حتى التصوير. طيب لا بس شوف، ممكن السبب الاكبر انه انا متعود على التصوير اكثر. متمرس لانه انا في مرات خلاص فاهم افتح الكاميرا وخلاص خلصت ايش مره فاهم. الراب كيف اقول لك؟ مثلا انا كتبت الكلمات ارجع عيد مره ثانيه اقول ممكن لو في تعديل شويه ممكن في شيء بسويه. فبالنسبه لي عشان انا خلاص مره متعود، انا في الاسبوع يمكن اصور 3 و4 و5 مرات. يا سلام. بالنسبه لي انا ليش الراب ممكن يكون اصعب؟ لانه انا اخذ وقتي مره في الكتابه، اخذ مره وقتي في اختيار الالحان وكيف فكره الاغنيه. فهذا بالنسبه على التسجيل بس. فاحس بالنسبه لي الغناء اصعب من التصوير. تدري انا ليش عندي الحلقه اصعب من الاغنيه؟ ليش؟ لان اول شيء ممكن انت محتواك ما بيعتمد على ايش قاعد يحصل فتقوم تسوي لنا. يعني انا محتواي على اخبار معينه تمام بتكون موجوده، بعض الحين انا ما الاقي اخبار كويس او اخبار صح. زفت اصلا، فلازم تجيب اخبار حتى لو قديمه. يب يب. او تتكلم على موضوع معين. اي فهمت. فانت زي ما قلت انت لازم انت تكون في المود. ايوه. فبعض الحين الاخبار هي ما تدخلك المود. والله برضه فاهم. فالاخبار اصلا ما تدخلك في المود، فانا ما اقدر اصور لاني اصلا طفشان انا. اي صح. والاخبار مو عجبتني. ايوه الاخبار ما تكون عجبتك. مو عجبتك زي يقول لك للناس اخبار مو عجبتك فاهم. يا للناس فك امنا يرحم لي امك. اخبار مو عجبتك. ايوه. ونفس الوقت انت لما تصور يا اخي ما تبي توري الناس انه انت طفشان. صح. عارف او انت كذا نعسان وخلاص بتخلص فاهم. اما في الميوزك انا الموضوع عندي مره مختلف. انا مطلع بعض الاحيان اكتب قبل ما الاقي البيت، وبعض الاحيان اسوي البيت قبل ما اكتب. بس في الاخير انا اصفي نفسي للمود واصنع نفسي مود واسجل. اما قلت لك الفيديوهات تعتمد على الاخبار. تعتمد على الموضوع عندي. فاذا ما في موضوع اي انت محتواك على الاخبار، لان انا المحتوى حقي ترفيه. ياب عشان كذا اقول لك ممكن هذا الفرق بيني وبينك. يا 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 فبس والله هنود يكون ضيف خفيف لطيف جميل لنا في اعمال انا وانت مستقبلنا ولا ما في. باذن الله اكيد. لايك سبسكرايب شو حقنا اصحابك وشير محتوى السهل النشر ايمان، وخلينا نوصل 300,000 في اقرب وقت. وشكرا اني كنت معاكم، واتمنى اني كنت خفيف ظل. خفيف ظل؟ لا ما انت خفيف ظل، نحن في بيتك يا برو. هو من جد انا في بيتك. نحن خفيفين ظل.